هاشم علي عبد الصمد الهنداوي المحامي فوز وابن من ابناء قبيله الهنادي. طيب المؤتمر النهارده يعني كلمه يعني على المؤتمر والرساله، وتحب ليه السيسي تقول للناس ليه؟ والله احنا النهارده بنشكر اولا الاستاذ احمد عبد الحميد عبد المجيد المنفي الراعي الرسمي لهذا المؤتمر والداعي الرسمي نيابه عن قبيله الهنادي، لان اتشرف بان انضم او اكون ابن من ابناء هذه القبيله وباقي القبائل العربيه. الأستاذ أحمد النهاردة صراحة يعني عمل وجهة مشرفة لقبيلة الهنادي والقبائل العربية بهذا المؤتمر المشهود، والذي سيشهده الآخرين إن شاء الله دعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات إن شاء الله. بصراحة أنا اللي بشكر حضرتك لأنك كنت من ضمن هيئة التنظيم، وكان فعلا حاجة مشرفة يعني. الله يكرمك يا باشا، أنتوا شرفتونا. كلمة برضه المهندس أحمد عبد المجيد. أنتوا شرفتونا النهاردة. الأستاذ أحمد عبد المجيد الشهادة هتبقى دي شهادة مجروحة بالنسبة لي وبالنسبه له صراحه يعني ان انا، بس هو بنشكره برضه ان هو اتاح لنا الفرصه. لا يعني اكيد طبعا، لا اكيد. استاذ احمد عبد المجيد شخصيه من الشخصيات المحترمه، وشخصيه محبه للبلد، وشخصيه محبه لمصر، وشخصيه محبه لقبيلته والقبائل العربيه، وشخصيه محبه للرئيس السيسي ان شاء الله ولتأييده لمرحله ان شاء الله ولمسيره قادمه باذن الله.